بن الشافي هذه التصفيات كانت مع هونغ كونغ، وفيها أقام مهرجان أهداف وصلت إلى 7 أهداف سجلها على التوالي لؤي طالب، نهاد البوشي هدفين، طارق الجبان، تامر اللوز، عبد الملك عزيزي، ثم غسان قرعلي من ضربة الجزاء. في هذه المباراة قدم منتخبنا الشاب مباراة من الطراز الهجومي الممتع، ولولا هذه النزعة الهجومية لما كان مهرجان الأهداف هذا. الجديد الجميل أن 5 من الأهداف 7 كانت ملعوبة وبأساليب متنوعة، هدفان بالرأس، ونادرا ما كنا نشاهد لاعبين يسجلون برؤوسهم، و3 أهداف بأقدام موهوبة. هدف واحد فقط جاء من ارتباك دفاعي استغله الجبان وسجل، والهدف الأخير جاء من ضربة جزاء لا غبار عليها، وكان على الحكم الإيراني طرد حارس هونغ كونغ نتيجتها، ولكنه اكتفى بإنذاره. جديد منتخبنا في هذه المباراة هو الإيقاع السريع في نقل الكرة وبتنظيم عبر الخطوط 3، والهجوم الضاغط على الفريق المنافس الذي لم يتنفس إلا في الدقائق الأولى بتسديدات بعيدة غير مجدية، ثم استسلم للسيطرة المطلقة من جانب منتخبنا الوطني الذي أمتع وقال للمراقبين وخاصة للأشقاء السعوديين المنافسين: إنا هنا. كرة ملعوبة، لؤي هيسدد، لؤي ناحية المرمى، حلو في المرمى، حلو في المرمى، حلو الهدف الخامس من تامر اللوزي. تامر اللوزي عكس له لؤي كرة جميلة جدا ويحطها في المرمى، هدف خامس، هدف خامس، والحارس يقول يعني يشتكي لا حول ولا قوة له. الهدف الخامس، شوف كرة ملعوبة، هذا لؤي طالب عكس كرة جميلة جدا معكوسة على طول في المرمى. المرمى الآن يلعبها ناحية المرمى بالرأس، حلوة حلوة حلوة، ملعوبة حلوة ملعوبة من اللاعب عزيزي. شوف إعادة الحركة البطيئة، شوف شوف لاعبه وطالع بالهواء عزيزي عبد الملك، حطها في قلب المرمى، حطها في قلب المرمى عزيزي. 6 أهداف في مرمى هونغ كونغ، لكن ايضا في الطرف الاخر وبالجانب الاخر اتضح ان المنتخب السوري منتخب قوي جدا ومتميز من خلال سرعه وتكتيك. شو هذا الهدف، هذا جول، هذا جول، هذا جول، ولا برا الكره وفي ضربه جزاء. غسان والحارس، غسان غسان في المرمى، في المرمى، في المرمى، جول. الهدف السابع، الهدف السابع لمنتخب سوريا الشقيقه. 7 أهداف سورية في مرمى هونغ كونغ، يبقى رقم قياسي، رقم كبير كبير كبير. شوف شوف نفذ بإتقان وبمهارة. ظاهر معاك عشان 7 سوريا 0 هونغ كونغ. وإذا كنا قد استمتعنا بالأهداف السورية 7، إلا أننا استمتعنا أكثر باللمحات الهجومية، وهذه واحدة منها ردتها العارضة، وهي كما يردد جمهورنا الحبيب: أحلى من الجول أحلى. حلوة وملعوبة، كردغلي لعبها على طول، أحمد كردغلي، تروح الكرة ضربة.